السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنستكمل النهاردة الجزء بتاع باور الكترونيكس بتاع دكتور ناجي. احنا خدنا طبعا في السكشن الهاف ويف كنترولد وان كنترولد ريكتفاير مع ار لود ومع ار اي لود ومع ار ال لود، واتفقنا ان ال ال ديت كانت قيمة اندكتور، يعني او قيمة ستورد انرجي، بتبدا ان هي تخزن وتفرغ الستورد انرجي اللي جواها. انا النهارده هنكمل الجزء دوت، هناخد برضو الهاف ويف كنترولد ريكتفاير بس مع ار ال انفينيتي اي لود. هي اللود دوت، اللود ده عباره عن ار لود ريزيستيف لود معاه اندكتور لود، تمام كده. بس ال ال ديت هي انفينيتي، مش هي قيمتها انفينيتي. وطبعا اكيد ما فيش اندكتور في الدنيا قيمته القيمه بتاعته انفينيتي، بس انا برمز الرمز انفينيتي ديت ان هي القيمه بتاعه الكويل دوت كبيره جدا، لدرجه ان التيار الشحن والتفريغ تيار كونستانت، التيار بتاعها يعني تيار كونستانت، تمام. والاي طبعا لود اللي هو البطاريه، تمام كده. انا معايا ار اي كبيره جدا بلس اي لود، تمام كده. عايزين ندرس الدايره ديت مع الهاف ويف كنترول ريكتفاير اللي هي عباره عن سايرستور، تمام. احنا متفقين ان الهاف ويف كنترول ريكتفاير بنستخدم فيها سايرستور واحد بس، ومعاها حاجه اسمها الفري ويلنج دايت، وهنعرف ايه وظيفه الفري ويلنج دايت دوت، تمام. احنا اول حاجه هندرسها في الدايره ديت هنقول ان قيمه الاندكتور ديت هي قيمه كبيره جدا، لدرجه مخليه لي تيار الاوتبوت دوت سموث، تيار كونستانت، يعني اقدر اقسمه ان هو تيار كونستانت كده دي سي، تمام كده، بسبب ان الاندكتور دوت او الكويل دوت قيمته كبيره جدا، تمام. عايزين نشوف اول حاجه احنا اتفقنا عليها ان احنا هنعمل ثلاث حاجات. هنرسم نشوف الاوبريشن هي عباره عن ايه، وبعد كده نبدا نرسم الويف فورم بتاعه كل دايره، وبعد كده نبدا ان احنا نشوف الكالكيوليشن اللي عندي. اول حاجه في الاوبريشن اشوف امتى السيرستور دوت هيبقى اون، وامتى السيرستور ده هيبقى اوف، وقيمه الفي اوتبوت ساعتها هتبقى بقد ايه، تمام. طيب الاس سي ار لو اون، يعني لو السيرستور دوت اون هيبقى اون امتى؟ لما الفي انود تبقى اكبر من الفي كاسود، ولما يكون في فايرنج انجل، تمام كده، او في فايرنج على السيرستور دوت، اديت فايرنج عند النقطه ديت اهي، تمام. بعدين السيرستور دوت هيبدا ان هو يبقى اون. طب هل الدايود هيبقى اون ولا اوف؟ طب خلينا نشوف البولاريتي اللي جايه من السبلاي هنا، بوزيتيف فوق هنا ونيجاتيف تحت هنا. البوزيتيف اللي فوق هنا جايه على ايه؟ جايه على الكاسود بتاع الدايود، والنيجاتيف جايه على الانود بتاع الدايود. طب البولاريتي دي هي ريفرسد بالنسبه للدايود ده، فالدايود ده هيبقى مش شغال لان الفي انود اقل من الفي كاسود، تمام كده. فدلوقتي السورس دوت هيبدا ان هو يغذي لي اللود ويمرر تيار في هذا الاتجاه، تمام كده اهو، دي مرر تيار في الاتجاه دوت. طب ساعتها الفي اوتبوت اللي على اطراف اللود، اللود بقى مش الار لود بس او ال لود بس او الاي لود بس، لا ده كله بالنسبه لي عباره عن لود ار اي ار ال اي، ده كله هو اللود بتاعي. يبقى الفي اوتبوت اللي على اللود كله هو عباره عن ايه؟ الفي اوتبوت هتبقى بتساوي الفولت بتاع السبلاي، تمام كده، هيبقى بيساوي برده الفولت بتاع الدايب بالبولاريتي اللي انا رسماها ديت على رسمه، البوزيتيف فوق هنا والنيجاتيف تحت هنا، تمام. طب والفي انود كاسود على اطراف السيرستور، الفي انود كاسود على اطراف السيرستور، والسيرستور بيبقى شغال يعني شورت سيركت، فاكيد الفي انود كاسود اللي على اطرافه هي بزيرو، تمام. بعد كده ندرس لو السيرستور اللي عندي دوت ترند اوف، طب هو بيعمل ترن اوف امتى؟ اتفقنا ان السيرستور بيعمل ترن اوف لما يكون التيار اللي ماشي فيه بزيرو، تمام كده. طب التيار اللي هيمشي فيه دوت هيبقى بزيرو امتى؟ هيبقى بزيرو لما الفي فولت بتاع السبلاي دوت هيبقى بزيرو، تمام كده. بعدين او الفي انود كاسود، يعني الفي انود تبقى اقل من الفي كاسود، ساعتها السيرستور دوت مش هيبقى شغال، تمام. هيبدا دلوقتي السيرستور هيبقى مش شغال، بس احنا اتفقنا ان تيار الاوتبوت دوت هو تيار كونستانت، تمام. تيار كونستانت يعني موجود على طول، سواء السيرستور دوت اون او اوف، ففي تيار اي اوتبوت موجود هنا. طيب التيار دوت هيمشي يروح فين؟ هيمشي يروح اهو، دي بقى وظيفه الفري ويلنج دايود. دلوقتي البولاريتي اللي على الدايود هي فورورد بوزيتيف تحت والنيجاتيف فوق،
تمام، والتيار هيبدأ يمشي في نفس الاتجاه كده، وهيبدأ ان هو يمر عبر الفري ويلينج دايود دوت. فالفري ويلينج دايود دوت بيعمل لي يعني ايه، بيعمل لي مسار يمر فيه التيار بتاع الاوتبوت في الوقت السيرستور دوت مش شغال فيه، تمام. فالفي اوتبوت دلوقتي هيبقى بيساوي ايه، الفي اوتبوت اللي على اطراف اللود هو معمول عليها اصلا شورت سيركت اهيت، فالفي اوتبوت بتساوي زيرو، والفي انود كاسود برضو على اطراف الدايود، الدايود شغال، يبقى الفي انود كاسود على اطراف الدايود هو كمان بزيرو. طيب لو عايز اجيب الفي انود كاسود على اطراف الثايرستور، لو عايز اجيب الفي انود كاسود على اطراف الثايرستور، البوزيت الانود بتاع الثايرستور متوصل بهو بالفولت بتاع السبلاي، والكاسود متوصل بالفولت بتاع الاوتبوت، يبقى في اس ناقص في اوتبوت، واحنا اتفقنا ان الفي اوتبوت بزيرو، يبقى الفي انود كاسود على اطراف الثايرستور هيبقى بيساوي الفولت بتاع السبلاي، تمام. ايه اللي هنا اهوت ملحوظه ان ال ال انفينيتي ديت هي ال كويل فيري لارج فاليو، ليه قيمه كبيره جدا، ده معناه ان التيار بتاعي الاي اوتبوت هو كونستانت وكونتينوس، تمام كده، والاي اوتبوت افريج هو الاي اوتبوت روت مين سكوير، لان القيمه الكونستانت الافريج بتاعها هي روت مين سكوير بتاعها، تمام. الدايود بقى يوزد تو تيرن اس سي ار اوف، وظيفة تانية للدايود دوت ان هو بيخلي لي الاس سي ار دوت، بيخلي لي الثايرستور دوت يبقى اوف، يعني الفي انود كاسود عليه تبقى اقل من ايه، اقل من الزيرو، تمام كده. عرفنا الاوبريشن بتاعت الدايره بتاعت الهاف ويف كنترول ريكتفاير مع فري ويلنج دايود، واللود بتاعي ار ال اي، بس ال ال كبيره جدا، تمام. عايزين نشوف الويف فورم. اول حاجه ارسم الفولت بتاع السبلاي، الفولت بتاع السبلاي هو عباره عن ايه، عباره عن ساينسويدر ويف، واتفقنا ان احنا على الاقل بنرسم ويف ونص، يعني سايكل ونص، علشان اشوف الريبيتنج في النص سايكل ديت هي نفس اللي حصل في النص سايكل دي ولا لا، تمام. فاقل حاجه ترسمها هي سايكل ونص، تمام كده. بعدين ارسم تيار الجيت بتاع الثايرستور، الثايرستور دوت هياخد فايرنج امتى، سي هياخد فايرنج عند النقطه ديت، وهياخد فايرنج برضو في المص الموجه البوزيتيف برضو اللي هو التكرار عند الخط دوت، اللي هي الخط ده عند الفا، والخط ده عند 2 باي زائد الفا، اتفقنا ان هي بتتكرر كل 2 باي الويف. بعد كده ارسم التيار بتاع الاوتبوت، وانا عارفه ان التيار بتاع الاوتبوت هو يعتمد على قيمه الكويل اللي هنا، والكويل دوت قيمته كبيره جدا، عشان كده التيار بتاع الاوتبوت هو تيار كونستانت، والاي اوتبوت افريج بتاعته بتساوي الاي اوتبوت روت مين سكوير تقريبا، تمام. بعد كده عايز ارسم الفي اوتبوت في الفتره اللي هي من زيرو لحد الفا، ايه اللي كان شغال في الفتره من زيرو لحد الفا، الثايرستور دوت ما كانش شغال، بس الدايود اكيد كان شغال، عشان احنا اتفقنا ان الاي اوتبوت دوت كونستانت يعني موجود على طول، يبقى لازم يكون في مسار يمرر فيه التيار بتاع الاوتبوت دوت، فالدايود هيبقى شغال بس، والدايود شغال، هل كان في في اوتبوت؟ لا، الفي اوتبوت كان بزيرو، تمام. بعد كده من اول ما اديت فايرنج انجل للثايرستور، لما اديت فايرنج انجل للثايرستور يبقى شغاله في الاس سي ار اون، والدايود اوف. الفي اوتبوت كان عباره عن ايه، عن الفولت بتاع السبلاي، يعني الفي اوتبوت شايف نفس الفولت بتاع السبلاي لحد من اول الفا لحد ايه، لحد الباي. طيب يبقى هرسم نفس الويف فورم الساين ويف، بس هو في اس بادئه من هنا، اهو في اس بادئه من هنا، نفس الويف فورم بالظبط بتاعه الفولت بتاع السبلاي، وبعد كده من باي 2 باي زائد الفا، برده الدايود هو اللي بيبقى شغال، لان اس سي ار بيبقى اوف والدايود هو اللي بيبقى اون، تمام. وبعد كده الريبيتنج ابدا ان انا ايه اشوفه برضو في الويف الجديده اللي هي بعد 2 باي. بعد كده عايزه ارسم تيار الثايرستور، تيار الثايرستور اللي هو فين، اللي هو هنا اهو، عايزه ارسمه. هو تيار الثايرستور بيظهر امتى، احنا عارفين تيار الثايرستور بيظهر لما الثايرستور يبقى شغال. طب الثايرستور شغال في انهي فتره، في الفتره ديت وفي الفتره دي، طب في الفتره دي التيار الثايرستور وهو شغال كان بيساوي ايه، كان بيساوي اهو التيار اللي ماشي هنا وهو نفسه اللي ماشي في اللود، يبقى هو بيساوي الاي اوتبوت. فالاس اي التيار بتاع الثايرستور هيبدا يظهر لما الاس سي ار يبقى اون، وهو نفس شكل التيار بتاع الاي اوتبوت. طب لو عايزه ارسم تيار الدايود، تيار الدايود اهوت واتجاهه لفوق اهو ماشي من الانود للكاثود بتاع الدايود، طب لما كان هيظهر امتى التيار بتاع الدايود دوت، هيظهر لما يكون الدايود دوت شغال. هو الدايود ده شغال امتى، شغال من الفتره من زيرو لحد الفا، وبعدين شغال من باي لحد 2 باي زائد الفا، وشكل التيار بتاع الدايود دوت هو نفس شكل التيار بتاع الاي اوتبوت اللي هو قيمه كونستانت. لو عايزه ارسم بقى الفي انود كاثود على اطراف الاس سي ار دوت، هيظهر امتى الفي انود كاثود، الفولت اللي على اطراف الثايرستور
هيظهر لما يكون الثيرستور ده اوف. طب الثيرستور هيبقى اوف الفي انود كاثود، احنا اتفقنا ان هي هتشوف الفولت بتاع السبلاي، فالاس سي ار اهوت لما يكون اوف من اول زيرو لحد الفا هيشوف نفس الفولت بتاع السبلاي، ومن اول باي لحد 2 باي زائد الفا هيشوف برضو نفس الساين ويف بتاعت ايه الفولت بتاع السبلاي، الحته الجزء النيجاتيف وبعد كده في حته بوزيتيف هنا. تمام. بعد كده عايزين نرسم الفولت على اطراف الدايود. تمام كده. لو عايز ارسم الفولت اللي على اطراف الدايود هقول هنا ان هو هيظهر امتى، هيظهر في الوقت اللي الدايود بتاعي هيبقى مش شغال فيه. طب والدايود مش شغال، الفي دايود بالبولاريتي اللي انا رسمها ديت هيساوي ايه؟ هيساوي الفي اوتبوت. تمام كده. يبقى الفي دايود هيبقى بيساوي الفي اوتبوت وياخد نفس شكل الفولت بتاع الفي اوتبوت اللي هو موجود هنا. تمام. بعد كده رسمنا كده، احنا رسمنا كل الويف فورم. بعد كده عايز ادخل على الكالكيوليشن. لو عايز ادخل على الكالكيوليشن اقول لو عايز اجيب الفي اوتبوت افريج، احنا متفقين ان بقول واحد على السايكل كلها، السايكل هنا بتتكرر كل قد ايه؟ بتتكرر كل 2 باي، يبقى واحد على 2 باي اكامل الفتره اللي فيها الفي اوتبوت ظاهر. الفي اوتبوت بيظهر من اول الفا لحد باي، وشكل التيار بتاع الفي اوتبوت هو نفس شكل التيار بتاع الفولت بتاع السبلاي اللي المعادله بتاعته في ماكسيمم ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. ابدا ان انا كامل الكلام دوت تكامل الساين سالب كوزين، وبعد كده عوض بحدود التكامل من الفا لحد باي، هيديك ان الفي اوتبوت افريج بيساوي الفي ماكسيمم على 2 باي في 1 زائد كوزين الفا. تمام. بعد كده لو عايز احسب الاي اوتبوت افريج، لو عايز احسب الاي اوتبوت افريج هقول ان هو بيساوي الفي اوتبوت افريج ناقص قيمه الاي قيمه البطاريه دي على قيمه الريزيستنس. ليه الاندكتور ما ظهرش معايا؟ الاندكتور ما ظهرش معايا هنا علشان انا دلوقتي بجيب الافريج، وطبعا الاندكتور دوت ملهوش افريج. تمام. بعد كده عايزه احسب الباور اوتبوت. لو عايزه احسب الباور اوتبوت في طريقتين، ممكن اقول ان هو بيساوي الاي اوتبوت روت مين سكوير تربيع في الريزيستنس، واحنا عرفنا ان الاي اوتبوت افريج هي الاي اوتبوت روت مين سكوير. تمام. فلو قلت الاي اوتبوت افريج تربيع في الريزيستنس يبقى انا كده جبت الباور على اطراف الريزيستنس. هل في باور على اطراف الكويل؟ لا، ده ستورد انرجي ملهوش افريج. تمام. اللي الشحنه اللي بياخدها او الطاقه اللي هو بياخدها بيفرغها تاني، ما بيخزنها جوه. تمام. بعد كده زائد الباور على اطراف البطاريه اللي هو بيساوي الاي اوتبوت افريج في قيمه البطاريه نفسها. تمام. بعد كده لو عايزه احسب الباور فاكتور بتاع السبلاي، احنا اتفقنا ان احنا شغالين لوسلس ريكتيفاير. اللوسلس ريكتيفاير دوت الباور انبوت بتساوي الباور اوتبوت، الباور بتاعت السبلاي بتساوي الباور اوتبوت. طب الباور بتاعت السبلاي دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفي اس روت مين سكوير في الاي اس روت مين سكوير في الباور فاكتور بتاع السبلاي بيساوي الباور اوتبوت اللي انا لسه جايباها هنا بالمعادله دي. تمام كده. تمام. بعد كده هبدا ان انا اجيب الباور فاكتور بتاع السبلاي اللي هو بيساوي الباور اوتبوت على الفولت بتاع السبلاي روت مين سكوير في التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير. بعد كده بيقول ان هنا في ملحوظه مهمه جدا، دلوقتي الاي اس روت مين سكوير ما بتساويش الاي اوتبوت روت مين سكوير. لو بصينا كده في شكل الويف فورم ديت، الاي اس دوت اللي خارج من السبلاي، هل كله رايح لللود ولا في اعترض طريق برانش تاني كده في الفري ويلنج دايود ده؟ لا، اعترض طريق برانش كده في الفري ويلنج دايود، فالتيار بتاع السبلاي اكيد لا مش هيساوي التيار بتاع الاوتبوت، لان لو جيت على النود ديت لو طبقت النود على النقطه ديت يعني القاعده بتاعت النود هتلاقي ان في ايه تيارين داخلين، التيار بتاع السبلاي والتيار بتاع الدايود وتيار خارج اللي هو الاي اوتبوت، فاستحاله يكون التيار بتاع السبلاي هو بيساوي التيار بتاع الاوتبوت. طيب لو عايز اجيب التيار بتاع لو عايز اجيب التيار بتاع السبلاي اعمل ايه؟ لو عايز اجيب التيار بتاع السبلاي اول حاجه عايز ارسمه، اشوف التيار بتاع السبلاي دوت هيظهر امتى ومش هيظهر امتى. التيار بتاع السبلاي دوت هيظهر امتى؟ لو انت شفت من الاوبريشن هتلاقي ان التيار بتاع السبلاي لما يكون الاس سي ار دوت اوف مفيش هنا تيار هيمر في الدايره دي، يبقى مفيش تيار هيخرج من السبلاي. لكن لما يكون الاس سي ار اون التيار بتاع السبلاي هيبقى خارج وهيبقى هو نفس شكل التيار بتاع الاس سي ار او الثيرستور. لو عايز تقول ان ده التيار بتاع الاس سي ار او التيار بتاع السبلاي هي هيبقى نفس الشكل دوت بالظبط. طيب لو عايز اجيب بقى الاي اس او الاي بتاعت السبلاي ديت روت مين سكوير، لو عايز اجيب الروت مين سكوير فاليو لشكل التيار دوت اعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان بنقول روت مين سكوير، يبقى اجيب الاول روت يعني جذر
بعد كده مين اجيب الافريج اللي تحت الجذر، هقول ان هو السايكل التيار ده بيتكرر كل قد ايه، بيتكرر كل 2 باي، يبقى اقول 1 على 2 باي. تمام كده، 1 على 2 باي بيظهر امتى؟ بيظهر من اول الفا لحد الباي. شكل التيار نفسه هو عبارة عن ايه؟ هو شكل التيار نفسه او معادلة التيار هي عبارة عن الاي اوبوت، يبقى اقول ان هو اللي هي هنا اي اوبوت افريج تربيع دي اوميجا دي، واحنا الاي اوبوت افريج احنا عرفناها وجبناها اهو، جبناها من هنا. تمام، يبقى اقول اطلع وطلعت الاي اوبوت افريج بره اهو، الاي اوبوت افريج يعني شلت من عليها الجذر، شلت التربيع وشلت الجذر مع بعض، خرجت بره اي اوبوت افريج بس، جذر 1 على 2 باي. وبعد كده كامل بقى يعني تكامل الكونستانت هو اوميجا تي من الفا لحد باي، عوض بحدود التكامل اللي هي الفا وباي، هيديك الاي اوبوت افريج او اي سوري الاي اس او اي بتاعت السبلاي روت مين سكوير، هتبقى بتساوي الاي اوبوت افريج جذر باي ناقص الفا على 2 باي. ده قيمة التيار بتاعت السبلاي اللي انا هعوض بيه هنا، اي اس روت مين سكوير دوت هو اللي انا هعوض بيه في معادلة الباور فاكتور. الرسم بتاع السبلاي كارنت والحساب بتاع السبلاي كارنت مهم جدا 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 جدا، ان شاء الله يعني ده مطلوب اكيد ان شاء الله، مهمة يعني. لو عايز اجيب التيار بتاع الدايود افريج برضو، هقول شوف شكل التيار الاول بتاع الدايود، شكل التيار بتاع الدايود بيظهر من امتى؟ هو بيظهر من 0 لحد الفا، وبيظهر من باي لحد 2 باي، زائد الفا، وبيتكرر كل قد ايه؟ بيتكرر كل 2 باي. فانا لو عايز اجيب له اي دايود افريج هقول 1 على 2 باي تكامل من اول الباي لحد باي زائد الفا اي اوبوت افريج دي اوميجا تي. اقدر ان انا اجيب ايه؟ اقدر ان انا اجيب الاي دايود افريج اهو، هكامل الحاجه دي تكامل الكونستانت باوميجا تي، يبقى اي اوبوت افريج على 2 باي، وبعد كده عوض بحدود التكامل من باي زائد الفا على ناقص باي زائد الفا لحد من باي لحد باي زائد الفا، هيديك الاي اوبوت افريج على 2 باي في باي زائد الفا ناقص باي، الباي هتروح مع الباي، هيديك اي اوبوت افريج في الفا على 2 باي. وما تنساش ان الالفا اللي انت بتعوض عليها هنا ما تعوضش عليها ب 30 درجه ب 40 درجه، لا تعوض عليها بالريديان، لان انت هنا هتقسمها على 2 باي اللي هي كمان هتعوض عنها بالريديان. تمام كده، ده كان شكل الاناليسز لما يكون عندي ار ال اي لود مع فري ويلنج دايود. طيب لو نفترض ان انا شلت الفري ويلنج دايود، عايزين نشوف لو انا شلت الفري ويلنج دايود ايه اللي هيحصل في الدايره. والله لو انا شلت الفري ويلنج دايود هل في مسار ان الاي اوبوت يفضل كونستانت فيه؟ لا مفيش مسار. تمام كده، طيب فهنا ان اتفقنا ان ال ديت كبيره جدا لدرجه ان التيار بتاعها هو كونستانت وكونتينوس، هيبقى موجود على طول التيار بتاعها، فالتيار دوت هيبدا يكبر السيرستور دوت ان هو يبقى شغال طول الوقت. طب لو السيرستور دوت شغال طول الوقت، الاي اوبوت افريج دوت الاي اوبوت هيبقى شايف ايه على طول؟ هيبقى شايف الفولت بتاع السبلاي. فانا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش ريكتفاير اصلا كده، الفولت بتاع السبلاي هو نفسه شكل الفولت بتاع الفي اوبوت، لان التيار الاي اوبوت هيفضل ماشي على طول هو نفس التيار بتاع ايه؟ بتاع السبلاي. يبقى الفي اوبوت هيبقى بيساوي الفولت بتاع السبلاي، الفي اوبوت افريج طبعا هيبقى بيساوي 0، لان الجزء البوزيتيف بيساوي الجزء النيجاتيف. تمام كده، فهما الاثنين هيلاشوا بعض. لو عايز تجيب الفي اوبوت روت مين سكوير هو نفس الفي روت مين سكوير بتاع السبلاي اللي هو عباره عن في ماكسيمم على جذر 2. لو عايز تجيب الاي اوبوت افريج هتقول ان هو بيساوي الفي اوبوت افريج ناقص الاي قيمه البطاريه على الريزيستنس، والفي اوبوت افريج بزيرو، فقيمه التيار هي سالب اي باك على الريزيستنس، والباور اوبوت افريج طبعا بزيرو، لان انت لو جبتها في اوبوت افريج في اي اوبوت افريج الفي اوبوت افريج بزيرو، يبقى خليت لك الباور هي كمان بزيرو. فلو انا ما حطيتش الفري ويننج دايود دوت خلاص، يبقى كده انا ما خدتش اصلا دايره ريكتفاير، انا نفس الفولت بتاع السبلاي اخدته هو على الاوبوت، وده اكيد مش انا اللي انا عايزاه. تمام، بعد كده عايزين نشوف لو انا معايا ار ال بس من غير الاي باك اللي هيتغير في الدايره، الويف فورم هتفضل هي، لان الاي باك ما اثرتليش اصلا في شكل الويف فورم، انا باخد دوت على اساس ان هو لود. لو انت خدت بالك بس الاي باك اثرت لي في قيمه التيار بتاع الاوبوت وقيمه الباور اوبوت اللي انا بطلعها، لان الفي او الاي لو كنت بجيب الاي اوبوت افريج كنت بتجيبها، لو كان في اي باك كنت بتجيبها الفي اوبوت افريج ناقص الاي باك على الريزيستنس، دلوقتي ما فيش اي باك، فالناقص الاي باك ديت هتتشال، هتبقى بتساوي الفي اوبوت افريج على قيمه ايه؟ على قيمه الريزيستنس
5 على طول. لو عايز تجيب الباور اوتبوت برضو كنت بتقول ان هي اي اوتبوت تربيع، اي اوتبوت روت مين سكوير تربيع في الريزيستنس زائد الاي اوتبوت افريج في الايباك. الايباك مش موجوده فهتشيل الجزء بتاع الباور اللي ايه اللي موجوده، واي التيار بتاع السبلاي التيار بتاع الدايود الباور فاكتور كل دوت مش هيتغير في اي حاجه. طبعا الباور فاكتور هتتاثر بالباور اوتبوت اللي انا اصلا غيرتها يعني، تمام؟ فهي مش هتتاثر بايه باي حاجه من الدايره دي، تمام كده. عايزين بعد كده دلوقتي هناخد الفول ويف ريكتفاير برضو مع ار ال اي لود، وعايزين نشوف برضو شكل الويف فورم هيبقى شكلها عامل ازاي. دي شكل الدايرة مع الفول ويف كنترول ريكتفاير. استخدمت 4 سيرستور، ده سيرستور 1، سيرستور 2، سيرستور 3، سيرستور 4. الترقيم يعني مش مهم قوي، المهم نفس الترقيم دوت هو اللي تكتبه على الدايره وفي الاوبريشن يعني، تمام. مع ار ال انفينيتي، احنا اتفقنا ان ال انفينيتي دي اكيد ما فيش قيمه ال انفينيتي، هي بس يعني مجازا ان قيمه ال دي كبيره جدا لدرجه ان هي مخيالي التيار الاوتبوت كونستانت وايلود، تمام. الفي بين اطراف ال A وال B دوت هي V maximum sin omega t، تمام كده، وشكلها شكل الساين ويف ديت، تمام. مفيش مشكله كده. طيب بعد كده عايزين نشوف الاوبريشن بتاعه الدايره. الاوبريشن بتاعه الدايره من اول ما ادي فايرنج للسايرستور، لو اديت فايرنج للسايرستور خلينا نشوف بس نجيب قلم عشان نكتب عليه. من اول من اول الزيرو هنا، لو خدناها من اول الزيرو معلش، من اول الزيرو هنا الفي انود كاسود يعني اللي جاي على الاي ديت هنا بوزيتيف، تمام، وجاي على البي هنا نيجاتيف، تمام كده. فالبوزيتيف هنا جاي على الانود بتاع سيرستور واحد، فسيرستور واحد والكاسود هيبقى جاي على النيجاتيف، فسيرستور واحد دوت ينفع يشتغل. بس هل سيرستور 2 ينفع يشتغل؟ ده البوزيتيف بتاع الاي دوت جاي على الكاسود بتاع سيرستور 2، فسيرستور 2 دوت مش هينفع يشتغل. ونفس الكلام سيرستور 4 وسيرستور 3، النيجاتيف بتاع البي دوت جاي على الانود بتاع سيرستور 4 والبوزيتيف جاي على الكاسود بتاع سيرستور 4، فهل سيرستور 4 ينفع يشتغل؟ لا ما ينفعش يشتغل، سيرستور 3 هو اللي ينفع يشتغل، تمام كده. يبقى دلوقتي بالبولاريتي الفي اي بي دي البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا في نص الموجه البوزيتيف من السايكل، سيرستور 1 وسيرستور 3 هم اللي ينفعوا يشتغلوا. بس هل مجرد ما الفي انود كاسود بتاعهم بقى اكبر من الزيرو هيبدا ان هم يشتغلوا؟ لا، هيبقوا محتاجين فايرنج انجل عند الفا، تمام كده. فهي ندت لهم فايرنج انجل هنا عند الفا، تمام كده. فهيبدا سيرستور 1 يبقى شغال، يبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن شورت سيركت، وبعد كده سيرستور 2 هيبقى عباره عن اوبن سيركت، وبعد كده سيرستور 4 هيبقى عباره عن اوبن سيركت، وسيرستور 3 هيبقى عباره عن شورت سيركت. وده الفي اي وده الفي بي، تمام كده. الاي وده البي. بعد كده متوصلين على اللود، واتفقنا ان اللود ايه هو؟ اللود هو عبارة عن R L E R و L و E، يبقى الدايرة هنا شكلها عمل كده. واحنا اتفقنا ان ده كده البوزيتيف وده النيجاتيف وده عبارة عن ال V output، تمام كده؟ تمام. يبقى سيرستور 1 لما يبقى شغال وسيرستور 3 هيبقى شغال، يبقى الاي ديت اللي جاي عليها البوزيتيف ادي البولاريتي وادي النيجاتيف هنا، تمام. يبقى البوزيتيف هنا جاي مع البوزيتيف بتاع الفي اوتبوت والنيجاتيف جاي مع النيجاتيف بتاع الفي اوتبوت، فالفي اوتبوت هتبقى بتساوي ايه؟ الفي اوتبوت هتبقى بتساوي الفولت بتاع السبلاي، تمام كده. تمام. بعد كده عايزة اجيب الفي ده سيرستور 2 وده سيرستور 4، تمام. واحنا اتفقنا ان الفي انود كاسود على اطراف كل سيرستور ما بتظهرش الا اذا كان السيرستور دوت ايه، السيرستور ده مش شغال. يبقى انا كده دلوقتي عايزة اجيب الفي انود كاسود على اطراف سيرستور رقم 2 هيبقى بيساوي كام، والفي انود كاسود، الفي انود كاسود على سيرستور رقم 4 هيبقى شكله برضو عامل ازاي، او القيمة بتاعته هتبقى عاملة ازاي. طيب هناخد البولاريتي بتاعت سيرستور 2 من البوزيتيف على الانود والنيجاتيف على الكاسود، تمام. فلو احنا واخدين البولاريتي دي بالشكل دوت يبقى الفي انود كاسود على اطراف سيرستور 2 شايف ايه؟ السالب اهو واخد الجزء بتاع الايه ده، ايه
والموجب لو انت شفت هنا واخد الجزء بتاع البي، فالفي انود كاثود على اطراف ثيرستور 2 هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن سالب الفولت بتاع السبلاي اهو، الانود جاي عليه البي والموجب، الموجب جاي على البي، الموجب اهو جاي على البي والسالب جاي على الايه، فالبولاريتي دي بالنسبه للثيرستور هي بولاريتي معكوسه، يبقى الفي انود كاثود على اطراف ثيرستور 2 هيبقى بيساوي سالب في اوتبوت او هو بيساوي في بي اي. طب ايه علاقه في بي اي بالفولت بتاع السبلاي؟ هو نيجاتيف الفولت بتاع السبلاي، تمام كده. طب لو عايز اجيب الفي انود كاثود على اطراف ثيرستور 4، نفترض ان البوزيتيف على الانود والنيجاتيف على الكاثود، البوزيتيف جاي على ايه؟ على اطراف البي برضو، والنيجاتيف جاي على اطراف ايه، فزيه زي ثيرستور 2 بالظبط، يبقى هيبقى بيساوي سالب الفولت بتاع السبلاي، تمام. احنا كده درسنا الويف فورم في المرحله من اول الفا. طب من اول الفا لحد فين؟ لحد باي زائد الفا. ليه باي زائد الفا؟ احنا اتفقنا، نرجع هنا بس، احنا اتفقنا ان الثيرستور ده ان ال المسار بتاع او الاي اوتبوت دوت هيفضل موجود على طول، هيفضل موجود على طول، يبقى لازم يبقى ليه مسار ان هو يمشي فيه على طول. طيب ليه مسار؟ هل هنا في فري ويلنج دايود الاي اوتبوت دوت يمشي فيه؟ لا، مفيش فري ويلنج دايود. طب ما دام مفيش فري ويلنج دايود، يبقى اتفقنا ان هو هيجبر الثيرستور اللي كانت شغاله ان هي تفضل شغاله وتمرر لتيار اي اوتبوت علشان يبقى فيه مسار للتيار. فثيرستور 1 وثيرستور 3 مع ان الفي انود كاثود على اطرافهم متعكس، بس بالرغم من ذلك الاي اوتبوت ديت او التيار اللي ماشي في الدايره اكبرهم ان هم يفضلوا لسه شغالين لحد ما يجي فايرنج انجل جديده للتو ثيرستورز التانيين ينفع ان هم يبقوا شغالين. حد هيسالني سؤال بديهي، طب ليه صاير الاي اوتبوت دوت ما اكبرش ثيرستور 3 وثيرستور 4 او ثيرستور 2 وثيرستور 1 ان هم يفضلوا شغالين؟ لا، ما ثيرستور 2 وثيرستور 4 ما طالما اصلا هم ما كانوش شغالين وما عندهمش فايرنج، يبقى هم مش هينفع ان هم يشتغلوا، يعني ما ينفعش الاي اوتبوت دوت يفضل يجبرهم ان هم يشتغلوا لان هم ما كانوش شغالين وطفوا، فينفع ان هم يبقوا شغالين. لا، ثيرستور 3 وثيرستور 1 جالهم فايرنج، فشصت ان هم جالهم فايرنج يبقى ينفع يشتغلوا، وما دام ما طفوش يعني ما الاي او التيار اللي عليهم او التيار اللي ماشي فيهم دوت ما بقاش بيساوي زيرو، فهو هم مش هيطفوا، تمام كده، مش هيطفوا الا اذا كان التيار اللي عليهم دوت بيساوي زيرو، يبقى التيار دوت لازم يجد له مسار تاني. طب هيجد مسار امتى؟ هيجد مسار لما ثيرستور 2 وثيرستور 4 يبقوا شغالين. طب هيشتغلوا امتى؟ هيشتغلوا لما يجي لهم فايرنج انجل. طب هيجي لهم فايرنج انجل امتى؟ هيجي لهم فايرنج انجل في النص الويف الايه؟ النيجاتيف. ليه ليه هيجي لهم فايرنج انجل في نص الويف النيجاتيف؟ لان لو انت خدت بالك ثيرستور 4 هنا لازم له بوزيتيف على الانود ونيجاتيف على الكاثود عشان يبقى شغال، ولازم له برضه فايرنج انجل. طب امتى يجي له بوزيتيف على الانود ونيجاتيف على الكاثود؟ لما البولاريتي بتاعت السبلاي دي تتعكس. يعني ايه تتعكس؟ نص الموجه النيجاتيف السالب هيجي على الايه، والموجب هيجي على البي، فالموجب اللي هيجي على البي دوت هيبقى بالنسبه لثيرستور 4 فورورد فولتج، فهينفع ان هو يبقى يشتغل ما دام هياخد فايرنج انجل، تمام. فهدي فايرنج انجل عند اهو باي زائد الفا لثيرستور كان لثيرستور 2 وثيرستور 4. نشوف طيب برضو الويف فورم بتاعتهم هيبقى شكلها عامل ازاي. اهو ثيرستور 1 هتبقى مش شغال، ثيرستور 2 هيبقى شغال، وبعد كده ثيرستور 4 هيبقى شغال، وثيرستور 3 مش هيبقى شغال، وده ايه؟ اللود بتاعي، تمام كده، وده الايه، وده البي. بس ما تنساش ان البولاريتي اللي جايه هنا نيجاتيف هنا وبوزيتيف هنا، تمام كده، لان البولاريتي بتاعت السبلاي في نص الموجه النيجاتيف بتبدا ان هي تعكس، بدل موجب سالب هتبقى سالب موجب، تمام كده. يبقى الفولت الفي اوتبوت اللي هنا دوت هيبقى شايف ايه؟ هيبقى شايف، بص كده، البوزيتيف بتاع البي جاي اهوت، جاي على البوزيتيف بتاع الفي اوتبوت، وبعد كده النيجاتيف، النيجاتيف اهو جاي على النيجاتيف بتاع الفي اوتبوت، هيبقى الفي اوتبوت برضو هيبقى بيساوي سالب الفولت بتاع السبلاي، او هو بيساوي الفي بي اي. الفي بي اي ايه علاقتها بالفي اي بي؟ الفي بي اي هو سالب الفولت بتاع الفي اي بي او الفولت بتاع السبلاي. طب لو عايزه ارسم او اعرف الفي انود كاثود على اطراف ثيرستور 1 وثيرستور 2 بكام؟ ثيرستور 1 اهو البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، ده الفي انود كاثود بتاعه، عشان اجيبه
هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي اهو البوزيتيف بتاعه جاي على النيجاتيف بتاع السبلاي اللي هو، والبوزيتيف بتاعه جاي على النيجاتيف بتاع السبلاي، والنيجاتيف بتاعه جاي على البوزيتيف بتاع السبلاي. هو بيساوي الفي ان اتكسد، هيبقى بيساوي الفي اي بي. تمام كده. بعدين الفي ان اتكسد على اطراف سيرستور 2 هيبقى بيساوي ايه؟ البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، البوزيتيف واخد الاي برضو والنيجاتيف واخد البي، يبقى هيبقى بيساوي الفي اي بي او بيساوي يعني الفولت بتاع السبلاي. تمام كده. طيب يعني كده الفي انود كاثود على اطراف الترانزستور سيرستور 1 وسيرستور 3 بيساوي الفولت بتاع السبلاي. خلينا نشوف بقى الويف فورم على طول. اهو تمام، اهو اتفقنا ان هنا هياخد سيرستور 2 وسيرستور 4 هيبداوا ان هم سيرستور 2 وسيرستور 4 هيبداوا ان هم ياخدوا فايرنج انجل عند باي زائد الفا، هيبداوا ان هم يبقوا شغالين، ولما يبقوا شغالين الفي اوتبوت هيبقى بيساوي سالب الفولت بتاع السبلاي. الفولت بتاع السبلاي كان شكله ساين ويف كده، فهو هيبقى بيساوي السالب بتاعه، يعني هيبقى موجب، هيبقى موجب ونفس شكل الويف فورم بتاعه في الجزء البوزيتيف، يعني هيبقى هي نفس الشكل. واتفقنا برضو ان عند الاتنين باي هنا المفروض بقى سيرستور 2 وسيرستور 4 يطفوا، لكن هم هيفضلوا ان هم يشغلين علشان التيار بتاع الاوتبوت دوت يجد مسار ان هم يمشي فيه لغايه ما سيرستور 1 وسيرستور 3 يبقوا مشغلين. تمام. لو انت لاحظت هنا الموجه بتتكرر كل قد ايه؟ الموجه بتتكرر كل باي. تمام. بعد كده لو عايزه ارسم التيار بتاع سيرستور 1 والتيار بتاع سيرستور 3 ارسمه ازاي؟ اتفقنا ان الاي اوتبوت هو كونستنت موجود على طول. طب التيار بتاع سيرستور 1 وسيرستور 3 هيبقوا موجودين امتى؟ هيبقوا موجودين من اول الفا في الوقت اللي سيرستور 1 وسيرستور 3 شغالين فيه، او سيرستور 1 وسيرستور 3 شغالين من اول باي لحد من اول الفا لحد باي زائد الفا، وبيبداوا ان هم يتكرروا مع الموجه الجديده. والتيار سيرستور 2 وتيار سيرستور 4 هيبقوا لو عايز ارسمهم هيبقوا موجودين امتى؟ هيبقوا موجودين من اول 0 لحد الفا، ومن اول باي زائد الفا لحد 2 باي زائد الفا في الوقت اللي سيرستور 2 وسيرستور 4 شغالين فيه. هيبقوا شغالين في الفتره دي وهيبقوا شغالين في الفترات دي. تمام. يبقى انت عشان ما تتلخبطش تشوف تكتب بس على الويف فورم انهي كل فتره سيرستور كامل شغال فيها، علشان لما تيجي ترسم التيارات تبقى انت بترسم التيارات صح. وتمام. ولما يبقى سيرستور 1 وسيرستور 3 شغالين هيبقى هو نفس شكل التيار بتاع الاي اوت، عشان كده انا رسمته نفس شكل التيار بتاع ايه؟ بتاع الاي اوت. احنا اتفقنا ان التيار بتاع السبلاي هو ما بيساويش التيار بتاع الاي اوت، لان في براند يعني هو مش رايح دايركت، التيار بتاع السبلاي رايح دايركت على الايه؟ على الاي اوت. لا، ده في مسارات للتيارات يعني تانية. فانا هاخد النود اللي هنا ديت، هقول ان التيار بتاع سيرستور 1 اهو تيار خارج هيساوي مجموع التيارات اللي داخله، مجموع التيارات اللي داخله اللي هو ايه؟ التيار بتاع السبلاي زائد التيار بتاع سيرستور 2. وانا رسمت التيار بتاع سيرستور 1 ورسمت التيار بتاع سيرستور 2، يبقى اقدر اقول ان التيار بتاع السبلاي ده بيساوي التيار بتاع سيرستور 1 ناقص التيار بتاع سيرستور 2. التيار بتاع سيرستور 1 اللي هو شكله عامل كده ناقص التيار بتاع سيرستور 2 اللي شكله عامل كده، اطرح الاثنين ويف فورم من بعض هيطلع لك التيار بتاع السبلاي شكله عامل كده، في جزء بالبوزيتيف وفي جزء بالنيجاتيف، وهتلاقي ان الجزء اللي بالبوزيتيف هو نفس الجزء اللي بالنيجاتيف، فالتيار بتاع السبلاي افريج دوت بكام؟ بزيرو، من غير ما ايه؟ من غير حساباته، من غير اي حاجه. لو عايز ارسم في انود كاثود على اطراف سيرستور 1 وسيرستور 3، هما في انود كاثود بتبقى موجوده امتى؟ بتبقى موجوده لما سيرستور 2 سيرستور دول يبقوا مش شغالين. هما مش شغالين في انهي فتره؟ من فتره من 0 لحد الفا، ومن باي زائد الفا لحد 2 باي زائد الفا، والتيار والفولت بتاعهم هيبقى شكله نفس شكل الفولت بتاع السبلاي، هيبقى شكله عامل كده. تمام كده. بعد كده الفي انود كاثود على اطراف سيرستور 2 وسيرستور 4 اتفقنا ان هم هيبقوا موجودين لما يكون سيرستور 2 وسيرستور 4 مش شغالين. هيبقوا مش شغالين امتى؟ من اول الفا لحد باي زائد الفا، وهيتكرر من 2 باي زائد الفا لحد بقى 3 باي زائد الفا.
تمام. طيب تيار الفي ان اتكسر على اطراف سيار السور 2 وسيار السور 4 هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي سالب الفولت بتاع السبلاي، سالب الفولت بتاع السبلاي اهو الفولت بتاع السبلاي اضربه في سالب هيطلع تحت بالنيجاتيف، والحته اللي كانت بالنيجاتيف دي هتبقى بالبوزيتيف، هيديك الشكل دوت للفي ان اتكسر بتاع سيار السور 2 وسيار السور كام؟ سيار السور 4. لو عايزين نحسب بقى الكالكيوليشن بيقول لك الفي اوتبوت افريج الاول عايزين نجيبها، احنا اتفقنا ان الويف فورم دي بتتكرر كل قد ايه؟ بتتكرر كل باي، تمام. يبقى واحد على باي على توتال بيريود اللي هي باي. الويف فورم بتظهر من امتى؟ هناخد التكامل من اول الفا لحد باي زائد الفا، بدل ما اخد يعني جزء التكامل ده وجزء التكامل ده، ده بمعادله وده بمعادله، لان هاخده من اول الفا لحد باي زائد الفا، او من اول الفا لحد باي زائد الفا. وشكل الويف فورم بتاع الفي اوتبوت هيبقى هي نفس شكل الفورم بتاع الفولت بتاع السبلاي اللي هو في ماكسيمم ساين اوميجا تي، دي اوميجا تي كامل بقى تكامل الساين، هيبقى سالب كوزاين وعوض بالفترات من الفا لحد باي زائد الفا، هيديك ان الفي اوتبوت افريج بتساوي 2 في ماكسيمم على باي كوزاين الفا، تمام كده. طبعا الفي اوتبوت افريج بتاع الفول ويف ريكتفاير اكبر من الفي اوتبوت افريج اللي بتاخده في حاله الهاف ويف ريكتفاير، تنساش المعلومه دي مهمه جدا، تمام. بعد كده لو عايز اجيب الاي اوتبوت افريج هتساوي ايه؟ هتساوي الفي اوتبوت افريج ناقص الاي باك، ما تنساش ان في هنا اي باك، على قيمه الريزيستنس. طب لو عايز تجيب الفي اوتبوت روت مين سكوير هيبقى هو نفس الكلام دوت، بس حط ده تحت الجذر وربع المعادله بتاعه الويف فورم علشان تجيب الروت مين سكوير وكملها، هتديك ان الفي اوتبوت روت مين سكوير هيبقى بيساوي الفي ماكسيمم على جذر 2، يعني خدت الفي اوتبوت روت مين سكوير هو نفس الفي سبلاي روت مين سكوير، تمام كده. بعد كده عايز اجيب الاي اوتبوت افريج اللي هي بيساوي الاي اوتبوت روت مين سكوير، اتفقنا ان ده ار ال كبيره اي لود، فالتيار شكله كونستانت او شكل دي سي، الافريج بتاعه بيساوي روت مين سكوير بتاعه. لو عايز تجيب الباور اوتبوت ممكن تقول ان هي بيساوي الفي اوتبوت افريج في الاي اوتبوت افريج، او انا ما برجحش شويه القانون دوت، ممكن تقول هو بيساوي الاي اوتبوت روت مين سكوير تربيع اللي هو الاي اوتبوت افريج تربيع في الريزيستنس زائد الاي اوتبوت افريج في قيمه الاي باك لود، تمام كده. بعد كده عايزين نحسب التيار بتاع السيرستور افريج، لان احنا عارفين التيار بتاع السيرستور مش نفس شكل التيار بتاع الاي اوتبوت. طب لو خدت سيرستور واحد وسيرستور تلاتة هل هتفرق؟ لا، ما هو شكل التيار هو هو. طب لو خدت سيرستور 2 وسيرستور 4 هي؟ لا مش هتفرق برضو، يعني الافريج بتاع دوت هو هو الافريج بتاع ده، والروت مين سكوير بتاع كل السيرستورز هيبقوا هما زي بعض. يبقى التيار بتاع السيرستور افريج، التيار بتاع السيرستور بيتكرر كل قد ايه؟ بيتكرر كل 2 باي، يبقى واحد على التوتال بيريود اللي هي 2 باي. بيظهر من فين لحد فين؟ انا هاخد التيار بتاع سيرستور واحد وسيرستور 3 بيظهر من اول الفا لحد باي زائد الفا، وشكل التيار بتاعه بيبقى هو نفس شكل التيار بتاع الاي اوتبوت افريج، يبقى هكامل من اول الفا لحد باي زائد الفا. التيار الاوتبوت افريج دي اوميجا تي هيديني اعمل التكامل، هيديك الاي اوتبوت افريج على 2 باي في اوميجا تي، وعوض بحدود التكامل من الفا لحد باي زائد الفا، هيديك ان التيار بتاع السيرستور افريج هيبقى بيساوي التيار اوتبوت روت افريج على الاثنين، تمام كده. بعد كده لو عايز احسب التيار بتاع السيرستور روت مين سكوير نفس الكلام ده بالظبط، بس هحط تحت الجذر واربع الاي اوتبوت افريج، تمام. هيديني الاي اوتبوت افريج على جذر 2، ده التيار بتاع السيرستور روت مين سكوير. طب لو عايز اجيب الباور فاكتور، لو عايز اجيب الباور فاكتور بتاعه السبلاي، احنا اتفقنا ان احنا شغالين لوسلس كونفرتر، يعني الباور اوتبوت هي الباور انبوت. الباور انبوت عباره عن ايه؟ عباره عن التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير في الفولت بتاع السبلاي روت مين سكوير في الباور فاكتور بتاع السبلاي بيساوي الباور اوتبوت اللي انا لسه جايباها من هنا، تمام كده. لو عايز اجيب الفولت بتاع السبلاي روت مين سكوير هو عباره عن اي في ماكسيمم على جذر 2 اللي هو بيبقى مديها لك، تمام. بس هو على طول بيبقى مديك الروت مين سكوير فاليو بتاع السبلاي كارنت، يعني لو قال لي 220 فولت سبلاي 220 فولت، يبقى ال 220 ديت هي فولت بتاع السبلاي روت مين سكوير مش ماكسيمم، تمام كده. لو عايزه احسب بقى التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير اشوف شكل الويف فورم بتاع التيار السبلاي، بس
احسب لها الروت مين سكوير بتاعها. احنا اتفقنا ان الجزء اللي بالبوزيتيف هو هو الجزء اللي بالنيجاتيف، والروت في الروت مين سكوير انا بعمل سكوير للايه يعني بربع نص الموجة البوزيتيف ديت، فهتطلع فوق هتبقى بتساوي نص الموجة النيجاتيف. فبدل ما اعمل اتنين تكامل يعني، خليني اعمل تكامل للجزء دوت للجزء اللي بالبوزيتيف دوت واضربه في اتنين، ما كده كده الجزء اللي بالنيجاتيف لما يتربع هيطلع فوق يبقى بالبوزيتيف. تمام، علشان كده انا هنا قلت لك اهو التوتال المفروض التيار بتاع السبلاي بيظهر كل 2 باي، بس علشان نص الموجة البوزيتيف بتساوي نص الموجة النيجاتيف، فانا هكامل نص الموجة البوزيتيف بس واضربها في 2. تمام كده، علشان تديني ايه الروت مين سكوير على طول. بعد كده هقول التكامل بتاع الجزء اللي بالبوزيتيف بيظهر امتى، من اول الفا لحد باي زائد الفا، وشكل التيار بتاع السبلاي هو هو نفس شكل التيار بتاع الاي اوت افريج بس هرب. تمام كده، بعد كده هيديني الاثنين دي هتروح مع الاثنين دي، هيبقى لك هنا واحد على باي فاي اوت افريج تربيع، وبعد كده اوميجا تي معوض بحدود التكامل من الفا لحد باي زائد الفا، هيديك تقريبا ان الاي اوت روت مين سكوير بيساوي التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير. طب ليه بيساوي التيار بتاع يعني الاي اوت دوت هو هو الاي سبلاي روت مين سكوير؟ اتفقنا ان الاريا اللي بالنيجاتيف ديت هتبدا ان هي تتربع في الروت مين سكوير وتبقى بالبوزيتيف. طب ما الاريا ديت لما تبقى بالبوزيتيف ما يبقاش التيار بتاع السبلاي دوت كونستانت زيه زي تيار الاي اوت. تمام كده، يبقى علشان كده الاي اي بتاع السبلاي هيبقى هي هو هو هنا بيساوي الاي اوت. تمام كده، بعد كده لو عايزه ارسم نفس الويف فورم ديت مع الار ال لود من غير الاي باك، احنا اتفقنا ان ايه اللي هيتغير قيمه بس التيار، بدل ما كنت بقول الفي اوت افريج ناقص الاي باك على الريزيستنس، لا هقول دلوقتي الفي اوت افريج على الريزيستنس على طول. وفي الباور بدل ما كنت بحط الباور بتاعه الاي باك، لا دلوقتي مش هحط الباور بتاعه الاي باك. تمام كده، بعد كده دلوقتي عايزين ناخد نفس الويف فورم بالظبط، فول ويف كنترول ديركتفاير مع ار ال اي، بس احط هنا فري ويلنج دايود. واحنا متفقين الفري ويلنج دايود ايه لازمته؟ ان هو بيوجد مسار للتيار بتاع الاوتبوت دوت يمر فيه، بدل ما كان بيجبر السيرستور ان هو يبقى شغال بالرغم من انه ما يبقاش عايز يشتغل. تمام، نفس الكلام هنا هنشوف بقى الويف فورم هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما ضفت الفري ويلنج دايود ده. اول حاجه احنا اتفقنا ان من اول الزيرو نشوف انهي سيرستور تبقى ينفع انها تبقى تشتغل، اتفقنا ان سيرستور واحد وسيرستور ثلاثة هو اللي ينفع يشتغلوا في الجزء البوزيتيف بتاع الهاف سايكل، الهاف سايكل الاولانيه يعني في الجزء البوزيتيف. تمام، بس مش هينفع يشتغلوا غير لما ياخدوا فايرنج، فياخدوا فايرنج عند الفا اللي هي الفايرنج انجل عند النقطه دي، هيبدا ان هم سايرستور واحد وسايرستور ثلاثه هيبقوا شغالين، هيبقوا شورت سيركت، وسايرستور اتنين وسايرستور اربعه الاتنين هيبقوا اوبن سيركت. تمام، فسايرستور في اوتبوت دوت هيبقى شايف الفولت بتاع السبلاي، هيبقى شايف نفس شكل الفولت بتاع السبلاي. تمام، اول ما يوصل للزيرو، اول ما يوصل للزيرو هنا المفروض اللي يكمل، احنا اتفقنا ان في الدايره اللي فاتت اللي يكمل سايرستور واحد او سايرستور ثلاثة او سايرستور اتنين وسايرستور اربعة لو جالهم فايرنج، يبقى بس دلوقتي سايرستور اتنين وسايرستور اربعة ما جالهمش فايرنج، ما ينفعش ان هم يبقوا يشتغلوا. طب سايرستور واحد وسايرستور ثلاثة هل ينفع ان هم يشتغل يفضلوا شغالين؟ ليه اجبرهم ان هم يبقوا شغالين؟ وفي هنا بص في مسار للتيار مع عند الفري ويلنج يعدي يعني ناحيه الفري ويلنج دايود، يعدي من الفري ويلنج دايود دوت يبقى شورت سيركت، ويبدا ان هو التيار دوت يمر من الفري ويلنج دايود دوت، والفي اوتبوت ساعتها هيبقى شايف ايه؟ هيبقى شايف شورت سيركت، يعني الفي اوتبوت هيبقى بزيرو، يعني في الجزء من اول باي لحد باي زائد الفا الفارق انجل بتاع سايرستور 2 وسايرستور 4 هيبقى الدايود هو اللي شغال، والفي اوتبوت هيبقى شايف شورت سيركت اللي هي الفولت بتاعها بكام؟ بزيرو. بعد كده من اول باي زائد الفا، من اول باي زائد الفا سايرستور 2 وسايرستور 4 بقوا مشغلين، سايرستور 2 وسايرستور 4 لما يبقوا شغالين الدايود دوت هيبقى اوف، هيبقى اوبن سيركت، وهيبدا ان هو يمر تيار من السبلاي يروح لللود ويرجع تاني. طب شكل الفي اوتبوت هيبقى نفس شكل التيار بتاع السبلاي بس بالنيجاتيف، لان هنا بص هنا هيبقى البوزيتيف على البي والنيجاتيف جاي على الايه، يبقى البوزيتيف اهوت جاي على البوزيتيف بتاع ايه
بتاع الفي اوبوت والنيجاتيف اللي من هنا جاي على النيجاتيف بتاع الفي اوبوت، فالفولت بتاع الفي اوبوت هيبقى شايف سالب الفولت بتاع السبلاي، والفولت بتاع السبلاي بالنيجاتيف اضربه في سالب هيبقى بالبوزيتيف، وسيرستور 2 وسيرستور 4 هم اللي يبقوا شغالين، وهكذا يتكرر الويف فورم ديت. تمام كده. طب عايزين نشوف الفي انود كاثود على اطراف سيرستور 2 وسيرستور 4 هيظهروا امتى؟ هيظهروا لما يكون سيرستور 1 و3 شغالين، او لما هيظهروا لما يكون سيرستور 2 وسيرستور 4 مش شغالين. طب لما يبقوا مش شغالين الانود بتاع سيرستور 4 هيبقى شايف ايه؟ هيبقى شايف النيجاتيف بتاع السبلاي، والكاثود هيبقى شايف البوزيتيف بتاع السبلاي، يبقى هو الفي انود. الفي انود كاثود على سيرستور 2 وسيرستور 4 هيبقى شايفين سالب الفولت بتاع ايه؟ بتاع السبلاي. طب الفي انود كاثود بتاع سيرستور 2 وسيرستور 4، الفي انود كاثود على اطراف سيرستور 2 وسيرستور 4 في الفتره اللي يبقى تي 1 وتي 3 شغالين فيها هيبقى بيساوي الفولت بتاع السبلاي على طول. تمام كده. طيب خلينا نوضحها اكتر، بس نفتح هنا خلينا نوضحها اكتر، ناخد كل ويف فورم كده من اول، خلينا ناخدها كده يعني نقسم الويف فورم ديت لسامبلز من اول زيرو لحد باي، من اول زيرو اصلا لحد الفا. تمام. من اول زيرو لحد الفا ايه اللي كان شغال؟ مفيش اي حاجه كانت شغاله، كله كان مفتوح، الفولت السيرستور 1 و2 و3 و4 كلهم كانوا مفتوحين، والدايود هو اللي كان شغال وعامل شورت سيركت على ايه؟ على الفي اوت. تمام. وادي اللود بتاعي شكله عامل كده، وهنا الاي، هنا البوزيتيف، وهنا النيجاتيف. تمام. انا دلوقتي عايزه اشوف كل في انود كاثود على اطراف سيرستور هيبقى شكلها عامل ازاي. طيب لو انت لاحظت كده، لو خدت لوب مقفوله، ده دي 1 وده 4 وده 2 وده 3. تمام كده. الفي انود كاثود على اطراف سيرستور 1 وسيرستور 3، لو انت خدت كده لوب مقفوله اهوت من اول الفولت بتاع السبلاي رايح الفولت بتاع الفي انود كاثود 1، وبعد كده شورت سيركت، وبعد كده الفي انود كاثود على اطراف سيرستور 3، فالفولت بتاع السبلاي دوت هيتقسم ما بين سيرستور 1، في انود كاثود على سيرستور 1 وسيرستور 3، يبقى الفي انود كاثود على اطراف سيرستور 1 وسيرستور 3 هيبقى بيساوي الفولت بتاع السبلاي على الاثنين. الفولت بتاع السبلاي هيتقسم شويه نصه على ما بين الفي انود كاثود بتاع 1 وما بين الفي انود كاثود بتاع ايه؟ بتاع 3. طيب لو شفنا سيرستور 2 وسيرستور 4، سيرستور 2 وسيرستور 4 اهو النيجاتيف دلوقتي، البوزيتيف هيبقى هنا والنيجاتيف هيبقى هنا في نص الموجه النيجاتيف، سوري اه لا لسه احنا لسه كده في نص الموجه البوزيتيف، لو في نفس نص الموجه البوزيتيف اهو هنا السالب، السالب جاي على الموجب بتاع الفي انود كاثود على 4، وبعد كده رايح الشورت سيركت، وبعد كده راجع تاني لسيرستور 2، هنا لسه السالب، وبعد كده رايح للموجب. فالفي انود كاثود على اطراف سيرستور 2 وسيرستور 4 هيبقى بيساوي سالب الفولت بتاع السبلاي على الاثنين. تمام. لان الفولت بتاع السبلاي هيتقسم ما بين سيرستور 2 وسيرستور 4. تمام كده. حد عنده مشكله ان شاء الله ممكن يتواصل معايا يعني في الجزء دوت، انا عارفه ان هو معقد شويه. بعد كده ثانيه واحده، يبقى انا شفت كده شكل الفي انود كاثود ما بين من زيرو لحد الفا لسيرستور 1 وسيرستور 3، احنا اتفقنا ان هو يساوي الفولت بتاع السبلاي على 2، وسيرستور 2 وسيرستور 4 هيبقى بيساوي سالب الفولت بتاع السبلاي على 2، عشان كده انا رسمه ايه؟ رسمه في النيجاتيف زون يعني. تمام. بعد كده من اول الالفا لحد الباي سيرستور 1 وسيرستور 3 شغالين، بيكون سيرستور 1 وسيرستور 3 شغالين فالفي انود كاثود اللي عليهم هيبقوا بزيرو، لكن لما يكون سيرستور 3 و1 و3 شغالين يبقى 2 و4 مش شغالين، يبقى اكيد في في انود كاثود على اطرافهم. الفي انود كاثود على اطرافهم شكله عامل ازاي بقى؟ خلينا نرسم برضو الويف فورم ونشوف هيبقى شكلهم عامل ازاي. سيرستور 1 شغال، وبعد كده سيرستور 2 مش شغال، وبعد كده سيرستور 4 مش شغال، وسيرستور 3 هيبقى شغال. تمام كده. يبقى وده كده الشورت والدايود مش هيبقى شغال، وبعد كده ده ايه؟ الفي اوبوت، وده الاي اللي عليه بوزيتيف، وده البي
اللي عليه النيجاتيف. لو عايز اجيب الفي انود كاسود على اطراف سيرستور 4، لو عايز اجيب الفي انود كاسود على اطراف سيرستور 4، الكاسود بتاعه اهوت شايف الموجب بتاع ايه، بتاع الفولت بتاع السبلاي، والانود بتاعه شايف النيجاتيف بتاع السبلاي. فالفي انود كاسود على اطراف سيرستور 4 هيبقى شايف سالب الفولت بتاع السبلاي. طب الفي انود كاسود على اطراف سيرستور 2، هنا برضو السالب وهنا الموجب، دي البولاريتي اللي انا برسم بيها على الويف فورم، تمام؟ هيبقى شايف برضو سالب الفولت بتاع ايه، بتاع السبلاي، تمام كده. ده لغايه هنا. بعد كده عايزين نشوف الفي انود من اول الفتره بتاعه باي لحد باي زائد الفا، هيبقى نفس الكلام اللي احنا شفناه لما يكون في حاجه خالص شغاله غير الدايود، نفس الفتره اللي هي من زيرو لحد باي. الفي انود كاسود على اطراف سيرستور 3، سيرستور 1 وسيرستور 3، هيبقى بيساوي الفولت بتاع السبلاي على الاثنين، وعلى اطراف سيرستور 2 وسيرستور 4 هيبقى بيساوي سالب الفولت بتاع السبلاي على الاثنين. وبعد كده من اول باي زائد الفا لحد 2 باي، سيرستور 2 وسيرستور 4 شغالين، الفي انود كاسود على اطرافهم بزيرو، لكن سيرستور 1 وسيرستور 3 مش هيبقوا شغالين. علشان كده نشوف الايه الفولت على اطرافهم، سيرستور 1 وسيرستور 2، سيرستور 1 مش شغال، سيرستور 2 شغال، سيرستور 4 شغال، وسيرستور 3 مش شغال، تمام كده. ده كده الاي، ودي كده البي. وانا عايزه ارسم الويف فورم بتاع الفي انود كاسود على اطراف سيرستور 1، هو شايف الفولت بتاع السبلاي، تمام، والفي انود كاسود على اطراف سيرستور 3 برضو شايف الفولت بتاع السبلاي بالبولاريتي اللي انا هرسم بيها ديت، تمام كده. فعشان كده انا رسمت اهوت الفي انود كاسود على اطراف سيرستور 1 وسيرستور 3 بيساوي الفولت بتاع السبلاي اللي هو ايه بالنيجاتيف، وبعد كده هيرجع يتكرر بقى الموجة ايه من اول وجديد، تمام. حد عنده مشكلة لغاية هنا برضو ويبقى يشوفها كده ويبعتها لي. كده رسمت كل الويف فورم اللي انا عايزاها. مش عايزه اقول لكم ان رسمه الفولت بتاع التيار بتاع السبلاي مهمه جدا. رسمه الفولتج اللي على اطراف كل سيرستور برضو مهمه جدا، واللي على اطراف برضو الدايود. لما رسمناش الفولت اللي على اطراف الدايود، نشوفه كده الفولت اللي على اطراف الدايود، البولاريتي اللي انت بتفرضها هنا هي اللي انت بترسم بيها، تمام. فانا افترضت هنا ان البوزيتيف جاي على الانود والنيجاتيف جاي على الكاسود. حد تاني هيقول لي طب ما انا عايز افترض ان البوزيتيف هو اللي على الكاسود والنيجاتيف هو اللي على الانود، يبقى الويف فورم نفسها ديت هتبقى بس معكوسه، هتبقى بدل ما انا رسمها في النيجاتيف هتبقى بالبوزيتيف. طب بالبولاريتي اللي انا رسمها ديت، البولاريتي اللي انا رسمها ديت لما يكون الدايود دوت مش شغال هيبقى اوبن سيركت. هيبقى اوبن سيركت امتى؟ في الفترات اللي السيرستور شغاله فيها، تمام كده. يبقى الفولت اللي على اطرافه هيبقى بيساوي الفي سالب الفي اوبوت، لان بص النيجاتيف هنا شايف البوزيتيف بتاع الفي اوبوت، والبوزيتيف هنا شايف النيجاتيف بتاع الفي اوبوت. لكن لو انا كنت رسم البولاريتي البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت، يبقى الفولت اللي على اطراف الدايود هيبقى بيساوي الفي اوبوت، تمام. بس انا رسمها هنا بالبولاريتي ديت، فانا هرسم على الويف فورم نفس شكل البولاريتي اللي انا رسمها ايه، رسمها على السيركت. يبقى هيبقى بيساوي سالب الفي اوبوت. الفي اوبوت موجود امتى؟ موجود في الفترات اللي هي من الفا لحد باي، وبعد كده من الفا زائد باي لحد 2 باي. بعد كده عايزين نشوف الكالكوليشن. عايزين نحسب اول حاجه الفي اوبوت افريج. اتفقنا ان هي هتظهر الويف بتتكرر كل قد ايه، الويف دي بتتكرر كل باي، يبقى واحد على توتال بيريود اللي هي باي من اول الفا لحد باي، لان الويف ظهرت من اول الفا لحد باي بس. ونفس وشكل التيار بتاع الفي اوبوت هو نفس شكل التيار السبلاي اللي هو بيساوي الفي ماكسيمم ساين اوميجا دي. اكامل الجزء دوت هيديني في ماكسيمم على باي 1 زائد كوزاين الفا. ولو عايز اجيب الاي اوبوت افريج اللي هي الاي اوبوت روت مين سكوير، هتبقى بتساوي الفي اوبوت افريج ناقص الاي باك على ريزيستنس. لو ما عنديش اي باك يبقى هشيل الجزء دوت من الاي اوبوت افريج. ممكن اقول ان الفي اوبوت افريج برضو هيبقى بيساوي الاي اوبوت تربيع روت مين سكوير في ريزيستنس زائد الاي اوبوت افريج في الاي باك اللي عندي. لو ما فيش طبعا اي باك برضو هتشيل الجزء بتاع الاي باك من الباور اوبوت. لو عايزه احسب بعد كده الجزء دوت مهم جدا، لو عايزه احسب التيار بتاع السيرستور افريج، يبقى اشوف التيار بتاع السيرستور بيبقى موجود امتى. يبقى التيار بتاع السيرستور بتاع سيرستور 1 وسيرستور 3 بيبقوا موجودين لما السيرستور ديت بتبقى شغاله. طب هما شغالين امتى؟ شغالين من اول الفا لحد باي. طب سيرستور 2 وسيرستور 4 بيبقوا شغالين امتى؟ من اول باي زائد الفا لحد 2 باي. طب التيار بتاع الدايود هيبقى موجود امتى؟ بيبقى موجود برده في الفترات اللي الدايود بيبقى شغال فيها، من اول 0 لحد باي، ومن اول
من اول زيرو لحد الفا، ومن اول باي لحد باي زائد الفا وهكذا. والتيار بتاع السبلاي هيظهر امتى؟ التيار بتاع السبلاي اهوت هيبقى بيساوي الاي واحد، اي الاي سايرستور واحد ناقص اي سايرستور اتنين. وانا رسمت سايرستور واحد وسايرستور اتنين، ونفس الكلام برضو هتلاقي الاريا اللي بالبوزيتيف هي نفسها الاريا اللي بالنيجاتيف. بس هنا خلي بالك ان التيار بتاع السبلاي دوت ما بيساوي الافريج يعني، او روت مين سكوير سوري، التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير ما بيساويش الاي اوتبوت، لان التيار بتاع السبلاي اهوت لو انت ملاحظ اهوت ان هو تيار متقطع يعني مش موجود على طول، تمام؟ ده نتيجه وجود الفري ويلنج دايت. فلما الفري ويلنج دايت دوت يبقى موجود، ما ينفعش اقول ان التيار الاوتبوت روت مين سكوير بيساوي التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير، لان التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير هيبقى متقطع كده في ليبلز يعني، تمام؟ لو دلوقتي عايزه احسب التيار بتاع السايرستور روت مين سكوير، التيار بتاع السايرستور بيظهر لي كل 2 باي، تمام كده. الويف فورم يبقى واحد على التوتال بيريود اللي هي 2 باي. الويف بتظهر من اول فين لحد فين؟ انا هاخد سايرستور واحد وسايرستور ثلاثة موجودين من اول الفا لحد الباي، وشكل الويف فورم بتاعتهم هي نفس شكل تيار الاي اوتبوت افريج. فهو اي سايرستور روت افريج هيبقى بيساوي واحد على 2 باي من الفا لحد باي. الويف بتاعتي اللي هي الاي اوت افريج هنفضل هنكملها، هتديني ان الاي سايرستور روت افريج هتبقى بتساوي الاي اوتبوت افريج في الباي ناقص باي ناقص الفا على 2 باي. ولو عايز اجيب الروت مين سكوير حط ده تحت الجذر من غير ما تعمل اي حاجه، حط الكلام ده تحت الجذر يعني، ما تحطش الاي اوتبوت افريج، معلش، حط باي ناقص الفا على 2 باي تحت الجذر هيديك الروت مين سكوير. لو عايز الاي دايد افريج نرجع ونشوف التيار بتاع الدايد دوت بيتكرر كل قد ايه، لو لاحظت هتلاقيه بيتكرر كل باي، يبقى واحد على توتال بيريود اللي هي باي، وبيظهر من اول زيرو لحد الفا، وشكل التيار بتاعه هو نفس شكل التيار بتاع الاي اوتبوت افريج. هيلاقي ان اي دايد افريج هتبقى بتساوي الاي اوتبوت افريج في الفاي على الباي، تمام كده. بعد كده لو عايز اجيب التيار دايد روت مين سكوير اتفقنا احطه تحت الجذر، باي على باي على الفا حطها تحت الجذر. او لو عاوز تبدا التكامل من اول، لان ساعات بيطلب منك درايف التيار بتاع الدايد روت مين سكوير، يبقى ساعتها ما ينفعش تكتب له القانون على طول، لازم تستنتج له القانون الاول. لو عايز اجيب التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير، التيار بتاع السبلاي دوت المفروض ان هو بيتكرر كل قد ايه؟ بيتكرر كل 2 باي، بس بما اني هجيب الروت مين سكوير فالجزء اللي بالنيجاتيف دوت لما اربعه هيطلع بالبوزيتيف، فالاريا اللي بالبوزيتيف هي الاريا اللي بالنيجاتيف، فاجيب الروت مين سكوير للاريا اللي بالبوزيتيف واضربها في 2 هيديني الاريا كلها. هو نفس ده اللي احنا عملناه هنا اهو، واحد على التوتال بيريود اللي هي 2 باي، واتفقنا ان الاريا اللي بالبوزيتيف هي الاريا اللي بالنيجاتيف، عشان كده ضربت في 2 وهكمل الاريا اللي بالبوزيتيف بس من اول الفا لحد باي، وشكل التيار هو نفس شكل التيار الاي اوتبوت افريج. هبدا ان انا اجيب التكامل، هيطلع لي باي ناقص الفا على باي، تمام كده، بس تحت الجذر، وفي بره اي اوتبوت افريج. عايز تجيبها من الاول برده ينفع تعمل التكامل من الاول. احنا اتفقنا ان التيار بتاع السبلاي افريج بزيرو، لان الاريا اللي بالبوزيتيف هي الاريا اللي بالنيجاتيف، فالاثنين هيرشوا بعض. لو عايز تجيب الفي او بتروت مين سكوير هتقول واحد على التوتال بيريود اللي هي باي من اول الفا لحد باي، في ماكسيمم ساين اوميجا تي الكل تربيع. بعد كده هتبدا ان انت تفك ساين تربيع ديت، تبقى نص واحد ناقص كوزاين 2 اوميجا تي، وتكمل التكامل، هيطلع لك شكل التيار شكل الفولت بتاع روت مين سكوير شكله عامل كده، تمام. بعد كده لو عايز تجيب الباور فاكتور بتاع السبلاي، احنا اتفقنا ان دوت لوسلس كونفرتر، الباور اوتبوت بتساوي الباور انبوت. الباور اوتبوت هو عباره عن ايه؟ الباور اوتبوت احنا لسه جايبينها من القانون دوت، او اتفقنا ان القانون المحبذ يعني ان انت تشتغل بيه، اللي هو اي اوتبوت روت مين سكوير تربيع في الريزيستنس زائد الاي باك في الاي اوتبوت افريج. واتفقنا ان الاي اوتبوت روت مين سكوير هو الاي اوتبوت افريج. بعد كده هجيب الباور انبوت اللي هي الفولت بتاع السبلاي روت مين سكوير في التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير في الباور فاكتور بتاع السبلاي. تقدر من القانون ده تجيب الباور فاكتور في طرف لوحدها، وتقسم الباور اوتبوت على الفولت بتاع السبلاي روت مين سكوير، اللي هو احنا اتفقنا ان هو بيساوي في ماكسيمم على جذر 2 في التيار بتاع السبلاي روت مين سكوير اللي احنا لسه جايبينه من القانون دوت. هتبدا ان انت تحسب الباور فاكتور على اطراف السبلاي هتبقى بكام، تمام. الويف فورم دي مهمة جدا، الدايرة دي مهمة جدا، تمام كده. مع فري ويلنج دايود وزاوية الفري ويلنج دايود هي مهمة، يعني هي بتيجي كتير في الامتحانات اصلا يعني. والتيار بشكل التيار بتاع السبلاي ان انت ترسمه وان انت تحسبه، والفي انود كاسود على اطراف كل سيرستورز
برضو مهمة جدا، خلوا بالكم منها، احتمال كبير يعني تجيلكم. انا مش عارفة بصراحة الامتحانات بتاعت الميد تيرم هتجيلكم لغاية فين. لو في اي استفسار او اي حاجة ممكن تبعتولي مع مندوب ونتواصل مع بعض يعني في الجزء دوت. شكرا.